بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وأهلا بحضراتكم بالتأكيد في برنامج السادسة. بالطبع خلاص احنا خلاص في العد التنازلي لمباراة مصر ونيجيريا وانطلاق منافسات مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية، المجموعة اللي بالتأكيد مصر ونيجيريا وغينيا بيساو والسودان. كلنا بنتابع بالتأكيد مباريات كأس الأمم منذ الأمس وضربة البداية ومباراة الافتتاح الكاميرون بوركينا فاسو، الرأس الأخضر إثيوبيا، واليوم في حوالي الساعة الثالثة ظهرا كانت مباراة السنغال وزيمبابوي، مباراة المغرب وغانا في هذه اللحظات. لكن بالطبع كلنا مهتمين جدا بمباراة مصر ونيجيريا وضربة البداية إن شاء الله لمنتخبنا الوطني غدا إن شاء الله، هتكون الساعة 6 بتوقيت القاهرة على ملعب نادي أحمدو أدوجو في جروة في الكاميرون. مباراة مهمة جدا، ضربة البداية مهمة جدا لمنتخبنا الوطني. حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، ولكن عايز أبدأ مع حضراتكم بخبر متعلق بكأس العالم للأندية. وكلنا تابعنا خلال الفترة اللي فاتت أحاديث كثيرة جدا عن هناك اجتماعات قد تحدث خلال هذه الفترة على هامش افتتاح كأس الأمم الإفريقية. المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي عقد اجتماع يوم الخميس الماضي، وبالطبع قد يكون هناك أي أمر متعلق بكأس العالم للأندية. السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيصل إلى الكاميرون وقد يبحث مسألة تأجيل كأس العالم للأندية. كل هذه الأخبار كانت منتشرة بشكل غريب جدا خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن الأخبار المؤكدة حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها مع حضراتكم إن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لم يناقش ولم يبحث ولم يعني يبحث أي أمر متعلق بكأس العالم للأندية. وموقف الأهلي في هذه البطولة الدولية اللي إن شاء الله هتنطلق يوم 3 فبراير في أبو ظبي، وأزمة تزامن المواعيد مع ختام مباريات كأس الأمم الإفريقية، إذا إن شاء الله منتخبنا الوطني وصل إلى المباراة النهائية، وبالطبع ده بنتمناه إن المنتخب يصل للمباراة النهائية ويعود إلى القاهرة بكأس الأمم الإفريقية. وبالتالي المكتب التنفيذي لم يناقش هذا الأمر تماما، وعلى مدار 4 اجتماعات خلال الشهرين اللي فاتوا لم يناقش أي مسؤول في المكتب التنفيذي هذه الأزمة اللي بالتأكيد عاملة ارتباك كبير جدا بالنسبة لاستعدادات الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية. أيضا كمان جياني إنفانتينو لم يصل الكاميرون إلا بالأمس قبل موعد الافتتاح بحوالي 4 ساعات، لم يعقد أي اجتماعات، لم يتحدث مع أي مسؤول بخصوص هذه البطولة. وعقب نهاية الافتتاح ومباراة الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو غادر مباشرة وعاد مجددا إلى الدوحة، وبالتالي لم يناقش رئيس الاتحاد الدولي موقف كأس العالم للأندية. الكل يتحدث عن تقديم البطولة أو تغيير ميعاد البطولة أو تأجيل البطولة، كلها أنباء غير مؤكدة، ولكن الاجتماعات الرسمية التي تجرى خلال الفترة الأخيرة لم تشهد أي أمور متعلقة بمنافسات هذه البطولة أو حتى تغيير موعدها 4 أيام أو تأجيلها خلال الفترة القادمة. المؤكد لكل السادة المشاهدين وكل متابعي برنامج السادسة أن ورش العمل التي يجريها الاتحاد الدولي مع الأندية المشاركة في البطولة بدأت منذ اليوم، واليوم كان هناك ورشة عمل مع النادي الأهلي بخصوص الإجراءات التنظيمية والإدارية والفنية والطبية استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية. التذاكر تم طرحها للرعاة وللأندية وأيضا كمان للجمهور من خلال منصة الفيفا عبر الإنترنت، وبالتالي كل الأمور اللوجستية والإدارية بتؤكد أن البطولة في موعدها خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير. هل خلال الأيام القادمة قد يحدث جديد؟ لا أعتقد، لا توجد أي اجتماعات خلال الفترة القادمة، لا توجد سمت أي اجتماعات خلال الفترة القادمة، والفيفا ما زال مصر على إقامة البطولة خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير إلا إذا كان هناك قوة قاهرة قد يؤجل ميعاد البطولة خلال الفترة القادمة بسبب فيروس كورونا. ولكن التذاكر تم طرحها، ورش العمل الخاصة بتنظيم البطولة تمت بالفعل رسميا من اليوم، وخلال الأيام القادمة العشرة أيام القادمة هناك اجتماعات أخرى مع تشيلسي وبالميراس ومونتيري المكسيك وكل الأندية المشاركة في البطولة. إذن كأس العالم للأندية في موعدها، وبالتالي ما زالت أزمة تضارب المواعيد ما بين كأس الأمم وكأس العالم للأندية مستمرة خلال الفترة القادمة. ده كان خبر مهم لازم أبدأ بيه، لأن للأسف كل السادة المتابعين والمشاهدين واللي مهتمين جدا بموقف هذه البطولة بيسمعوا أخبار كتيرة قوي خلال الفترة الأخيرة، لكن دايما إحنا بنكون معاكم في الأخبار الصحيحة والأخبار المؤكدة والمعلومات المؤكدة من الاجتماعات الرسمية اللي بتتم سواء داخل الاتحاد الإفريقي أو حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. طيب الجزء الثاني المتعلق معايا
بمباراه مصر ونيجيريا. كلنا بالتاكيد بننتظر مباراه كبيره بكره ان شاء الله تكون ضربه البدايه، ومهم جدا ضربه البدايه تكون يعني فيها نتيجه جيده. اتمنى يا رب باذن الله نفس المشهد اللي شفناه في 2010 في انجولا لما منتخبنا الوطني بدا منافسات البطوله بمواجهه نيجيريا وفزنا وقتها على نيجيريا واحرزنا اللقب. كان اخر لقب كاس امم فزنا بيه عام 2010 في انجولا. ممكن تكون فعل كويس، بدايه مبشره ان تكون البدايه مع نيجيريا، وهي كانت اخر مباراه رسميه بيننا وبينهم في منافسات كاس الامم كانت في 2010 في انجولا. زي ما قلت لكم النهارده يمكن السنغال تفوقت على زيمبابوي في الدقيقه 94 بركله جزاء احرزها ساديو ماني، وفي هذه الاثناء هناك مباراه المغرب وغانا الساعه 6 وايضا غينيا وملاوي في نفس التوقيت، وفي الختام اليوم في السهره الساعه 9 جزر القمر والجابون. مباراة مصر ونيجيريا بكرة زي ما أكدت لحضراتكم هتكون الساعة 6 بتوقيت القاهرة، تليها مباراة غينيا بيساو والسودان ضمن مباريات مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية هتكون الساعة 9 إن شاء الله على نفس الملعب، ملعب أحمده في مدينة جروة في الكاميرون. كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله. النهاردة كان في مؤتمر صحفي حوالي الساعة 1:15 بتوقيت القاهرة، حضروا كارلوس ساكيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني، وأيضا كمان نجمنا المصري والنجم العالمي محمد صلاح نجم نادي ليفربول، واللي بالتاكيد النهارده يمكن تحدث بشكل جيد جدا في المؤتمر الصحفي، وتحدث كمان عن الاستعدادات خلال الفتره القادمه. كارلوس كيروش كمان النهارده اشاد بشكل كبير جدا باداء المنتخب النيجيري خلال الفترات السابقه، وقال النهارده ان مباراتنا مع نيجيريا بالتاكيد هتكون مباراه مهمه جدا، وانه من الشرف والسعاده ان نبدا البطوله بمواجهه قرويه كبيره مثل مواجهه نيجيريا. قال كارلوس كيروش ان طموحه في البطوله بسيط، هو الفوز بس بالسبع مباريات. يا رب ان شاء الله يكون الطموح ده على ارض الواقع تكون نتائج ملموسه، وباذن الله المنتخب يعود ويفوز بكاس الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون. كان كلام مهم جدا لكارلوس كيروش، لكن كمان صلاح النهارده قال تصريحات مهمه بخصوص كيف يستعد منتخبنا الوطني للبطوله، وما هي الامال والطموحات التي يعقدها عليها الجماهير بخصوص الفوز والعوده بكاس البطوله والمنافسه خلال مباريات كأس الأمم خلال الفترة القادمة. نتابع تصريحات صلاح في المؤتمر الصحفي. لا أنا شايف إن إحنا بنجهز كويس الفرقة، نعتبر إحنا في مصر بنبني كل شوية بنبني فرقة، فجبنا موجود مدرب جديد مأدي أداء كويس مع الفرقة، وصلنا بشكل كبير للماتش، خلاص وصلنا للماتش البلاي أوف اللي هو كأس العالم، فاللعيبة يا دوب كل مكان بتبص فيه بتلاقي فيه لعيبه جديده، كل سنتين بتظهر لعيبه، فانا شايف ان الفرقه في ثقه ده 100%، جايين نحارب ان احنا نوصل لنهايه البطوله وناخد البطوله ان شاء الله، لكن ما اقدرش اقول ان احنا المرشح الاول، بس ما اقدرش اقول برضو ان احنا مش هنطلع كل اللي عندنا عشان خاطر نفسنا وعشان خاطر نسعد الناس في مصر، ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه ونرجع بالكاس. بس انا متفائل وشايف ان الفرقه عندها ثقه يعني ان شاء الله. لا اكيد اتبسطت ان انا موجود في جائزه احسن ثلاث لعيبه، يعني شويه بتديك ايحاء ان انت بس زي ما تقول بتكلم مجهود السنه اللي فاتت والسنه دي برضه، فاكيد كنت مبسوط ان انا كنت موجود فيها. افتكر ان انا ليا الحق اني اصوت لنفسي، بس انا ما صوتش لنفسي، بس افتكر المدرب برضه ممكن يكون صوت لي، بس يعني هيبان هيبان كله هيبان، بس هو بيظهروا النتيجه تقريبا كمان شويه. صلاح انت من غير ما تسال مين هيصوت، لو الشعب المصري لو في استفتاء جماهير بنسبه كبيره مش 25% بس المقدره من فكره جمع الاصوات 25% للجماهير و25% للمدربين واللاعبين وكده، لو الشعب المصري كله دخل صوت بالتاكيد هتبقى اكتساح، ما فيش اي منافسه ما بينك وبين ميسي كريستيانو اي اسم قدام نجمنا المصري محمد صلاح اللي عامل موسم وعامل فتره مميزه جدا لاي لاعب مصري محترف في اوروبا، مثال يحتذى به وهيفضل دايما فخر مصر وفخر العرب، بيعمل انجازات عظيمه جدا، وابرز انجاز انا شايفه وكل الناس شايفاه ان اسم مصر دايما بيتردد في الملاعب الانجليزيه. هل حد كان يتخيل ان ممكن اسم مصر يتردد في الملاعب الانجليزيه ولو مرة أو مرتين؟ ده كل مباراة اسم مصر بيتردد. بالإضافة لده لاعب مصري موجود في جائزة ذا بيست ضمن القائمة المختصرة الثلاث لعيبة، ده عمره ما حصل قبل كده، احنا كنا بنتمنى بس أن يكون من ضمن العشرة أو من ضمن القائمة المبدئية، لكن احنا وصلنا لمرحلة وصلاح وصلنا لمرحلة
ان يكون عندنا لاعب مصري موجود في القائمه المختصره، ثلاث لعيبه وبينافس مين؟ ليونيل ميسي اللي احنا من سنين كنا بنتفرج عليه وبنتمنى بس ان حد يكون بيلعب قدامه، وفرحنا كلنا حتى لما شفنا الاهلي لاعب برشلونه في دوره ويمبلي. دلوقتي عندنا لاعب مصري بينافس ميسي على جائزه الافضل من خلال جائزه الفيفا ذا بيست. مهم كمان عايز اقول لحضراتكم في هذه الاثناء وانا معاكم على الهواء مباشره، خبر مهم جدا متعلق بلاعب النادي الاهلي بدر بانون. حسب الانباء الوارده لنا من المغرب بنسبه كبيره خلال الساعات القليله القادمه بدر بانون ان شاء الله سيعود الى القاهره وينتظم مع الاهلي في الفتره القادمه، لان المعلومات اللي وردت لينا ان تم استبداله باشرف بن شرقي خلال الساعات القليله الماضيه، وده اجراء طبي تم اتخاذه من قبل المنتخب المغربي، وبالتالي بدر بانون قد يعود للقاهره خلال الفتره القادمه عقب شفائه، ولما لا باذن الله يكون احد الخيارات المتاحه لكاس العالم للانديه، ده هيتم التعرف عليه خلال الفتره القادمه. لكن رسميا من خلال متابعتنا للسكور شيت وقائمه المنتخب المغربي تم استبدال اشرف بن شرقي ببدر بانون، وبدر بانون سيعود للقاهره خلال الفتره القادمه، وخرج من منافسات كاس الامم الافريقيه في الفترة الحالية مع المنتخب المغربي. ألف سلام على بدر بانون وننتظر عودته للقاهرة للكشف الطبي والاستعداد إن شاء الله للفترة القادمة مع الأهلي خلال منافسات كأس العالم للأندية، ولما لا إذا كان في فرصة إنه يشارك في كأس الرابطة ممكن ده نشوفه خلال الفترة اللي جاية. طيب الأخبار الخاصة بقى بفريق الكرة في النادي الأهلي النهاردة، دكتور أحمد أبو عبلة طبيب فريق النادي الأهلي أعلن سلبية مسحة ثنائي الأهلي، وده خبر الحمد لله جيد بعد الخبر السيء اللي إحنا قريناه بالأمس إن خمس لعيبة يعني مسحتهم كلها إيجابية، وده كان خبر بالنسبة لنا مزعج جدا. لكن النهاردة طبيب فريق النادي الأهلي دكتور أحمد أبو عبلة طمنا وقال إن في سلبية مسحة اتنين من نجوم النادي الأهلي، وقال إن سلبية المسحة دي خاصة بطاهر محمد طاهر ومحمد فخري لاعبا الفريق خلال الفترة الحالية، وهيبقى في برنامج تدريبي في الجيم خلال الفترة الحالية على هامش المران الجماعي عشان يطمئن على حالة هؤلاء اللاعبين قبل النزول والمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة اللي جاي. النهارده المران كان الظهر في ملعب مختار التتش بالجزيره، وزي ما انتم شايفين على الشاشه ده جزء من التدريبات الجماعيه اللي النهارده كل اللاعبين المتاحين شاركوا فيها بقياده بيتس موسيماني المدير الفني الجنوب افريقي للنادي الاهلي. قال كمان دكتور احمد ابو عبله ان في مسحه طبيه جديده هيتم اجراءها للاعبين اللي جت مسحتهم ايجابيه خلال ال 24 ساعه الماضيه، لكن بشكل عام هو طمنا قال حتى اللعيبه اللي مسحتهم ايجابيه حالتهم الحمد لله كويسة، مفيش أي أعراض عليهم خلال الفترة الحالية، وقال إن كل اللعيبة الحمد لله حالتهم مستقرة خلال الفترة الحالية. قال اللعيبة اللي هتخضع كمان للمسحة في الفترة الجاية عشان يطمئن عليهم رامي ربيعة وياسر إبراهيم بيرسيتاو ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا. كمان في جزء متعلق بالنادي الأهلي، خلاص إحنا بنتكلم النهاردة الاثنين يعني بالكثير 48 ساعة والأهلي هيدخل معسكر مغلق استعدادا بقى لمواجهة الجونة يوم الخميس القادم، هذه المباراة في كأس الرابطة التي لم تؤجل حسب ما قال البعض خلال الساعات الأخيرة أنها يتم تأجيلها بسبب بعض الغيابات اللي في الأهلي. كل مباريات كأس الرابطة في موعدها، وأولى مباريات الأهلي هتكون أمام الجونة إن شاء الله يوم الخميس القادم على ملعب الأهلي والسلام الساعة 2:30 عصرا إن شاء الله، وكل التوفيق للأهلي بإذن الله في هذه المباراة وتكون يعني استعداد جيد لكأس العالم للأندية في ظل طبعا القائمة المتاحة، وفي ظل ان حتى هذه اللحظة احنا بنقول لكم كل المعلومات الواردة لينا بخصوص منافسات مونديال الأندية مفيش اي جديد، البطولة في ميعادها مفيش اي اجتماعات، كل اجتماعات الكاف اللي كانت موجودة في الفترة الأخيرة محدش ناقش اصلا موضوع الأهلي ولا مشكلة الأهلي في كأس العالم للأندية، وهو فريق بالتأكيد بيمثل القارة الإفريقية في كأس العالم للأندية. عرضنا المؤتمر الصحفي الخاص بتصريحات محمد صلاح وكارلوس كيروش، وكل التوفيق يا رب باذن الله لمنتخبنا الوطني غدا الساعه 6 بتوقيت القاهره امام منتخب نيجيريا. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم باقي فقرات برنامج السادسه. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره الحديث عن منافسات كاس الامم الافريقيه والحديث عن مباراه مصر ونيجيريا. بالتاكيد اقل من 24 ساعه والعد التنازلي لهذه المباراه الكبيره ضمن المباريات الكبرى اللي بتنطلق بيها منافسات كاس الامم الافريقيه. شفنا مباراه الكاميرون بوركينا فاسو، في هذه الاثناء مباراه المغرب وغانا، غدا مباراه مصر ونيجيريا. لذلك في هذه اللحظات عبر السكايب ينضم لي نجم الكره النيجيريه موتيبي ادوبوجو، نجم نيجيريا ونجم نادي ريال سوسيداد الاسباني، اللي بالتاكيد هنتكلم معاه عن مباراه مصر ونيجيريا. نيجيريا دايما من الفرق الكبرى في كاس الامم، لكن طبعا ليه تاريخ طويل جدا في منافسات كأس العالم، كان موجود معانا في إحدى التصفيات الإفريقية في فترة هيكتور كوبر، لكن ضمن منافسات كأس الأمم
كان آخر مباراة ما بين مصر ونيجيريا عام 2010 في كأس الأمم اللي استضافتها أنجولا، ومنتخب مصر بدأ البطولة بالفوز على نيجيريا. مستر موتيبو إديبوجو، برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. وفي البداية طبعا عايز أعرف انطباعك عن مواجهة مصر ونيجيريا، وهي ضربة البداية لكلا المنتخبين اللي بالتأكيد ضمن المنتخبات الأوفر حظا والمرشحة للفوز بكأس الأمم الإفريقية. شكرا جزيلا لاستضافتي، أنا سعيد لتواجدي معكم، سعيد لتواجدي في قناة النادي الأهلي. أنا أود أن أقول السلام عليكم لجماهير النادي الأهلي. عليكم السلام. ولكل الشعب المصري، أنا أتمنى للجميع مشاركة طيبة، وخصوصا منتخب مصر ومنتخب نيجيريا في بطولة أفريقيا. طيب عايز أعرف يعني كيف ترى هذه المواجهة، البداية والانطلاقة سواء لمنتخب مصر أو منتخب نيجيريا، هي أول مباراة ما بينهم في منافسات المجموعة. نعم، من الجيد أن نرى مباراة كهذه، فهي مباراة للمتعة في المقام الأول بين مصر ونيجيريا. مباراة مصر ونيجيريا دائما تكون واحدة من أفضل المباريات في أفريقيا، وكلنا ننتظر أن مصر لديها لاعبين رائعين كمحمد صلاح، ولدينا أيضا في نيجيريا لاعبين رائعين كذلك إنديدي وتشوكويزي، فستحضر هنا متعة كبيرة في المباراة. أنا واثق من ذلك، واثق من هذه المباراة جدا، مباراة الغد، أن مصر ونيجيريا ستؤديان مباراة رائعة. هل من وجهة نظرك تغيير الجهاز الفني قبل منافسات كأس الأمم الإفريقية ورحيل الألماني روهر خلال الفترة القليلة الماضية والاستعانة بالمدرب الوطني أوجستين أوجيفين، هل ده ممكن يكون في صالح الفريق ولا ممكن يعمل ارتباك في الحسابات الفنية للنصور النيجيرية؟ أعتقد أن هذا الأمر ليس جيدا. Go on. Okay. Yeah. It's not always good. كما قلت ليس جيدا، هذا الأمر ليس جيدا دائما حينما تغير مدير فني قبل انطلاق البطولة مباشرة، وتستعين بمدير فني قبل البطولة بأسبوعين. هذا الأمر ليس جيدا دائما، ولكن على المنتخب النيجيري التأقلم على هذا الوضع الجديد، وبالفعل استعانوا بمدير فني متمرس ومدير فني لديه خبرة كبيرة. أعتقد أن مدير الفني نيجيريا الآن درب منتخبات ودرب فرق كبيرة، فأعتقد أنه ليس غريبا عليه، وهذا ليس جديدا عليه أن يدرب نيجيريا في هذه المرحلة، فأعتقد أن منتخب نيجيريا سيؤدي أفضل ما لديه في هذه البطولة. هل أوجستين أوجيفين المدير الفني لمنتخب نيجيريا عنده خبرات مع المنتخب، خاصة أنه قاد المنتخب قبل كده في منافسات كأس الأمم اللي استضافتها مصر عام 2006؟ نعم، أنا أثق أن لديه خبرة قوية. كما قلت من قبل، كان لديه خبرة مع المنتخبات ولديه خبرة مع بطولة أفريقيا للأمم، فأعتقد أن أوجستين لديه القدرة الآن بعد تعييني كمدير فني، وأعتقد أن لديه مدرب مساعد يستطيع أن يساعده في هذا الأمر، وأعتقد أن تنظيم برنامج الفريق وجودة اللاعبين المتواجدين وخبرة اللاعبين الآن تساعده أن يختار أفضل تشكيلة وأن يؤدي أفضل أداء لنيجيريا. غياب فيكتور أوسمين، وفي غيابات عديدة لأبرز النجوم تحديدا في خط الهجوم للمنتخب النيجيري، هل ممكن يعمل يعني ارتباك في الاستعداد الفني في البطولة ومواجهة مصر، ولا أحمد موسى ممكن يكون قادر على تعويض هذه الغيابات الكبيرة؟
نعم، لسوء الحظ لدينا غياب لفيكتور أوزيمين، ولدينا هذه خسارة كبيرة لنيجيريا أن تفقد واحدة من أفضل اللاعبين الأفارقة حاليا، وخصوصا في نيجيريا، وهذا الأمر ليس سهلا أن يحدث لفريق قبل بطولة إفريقيا. ولكن لا زلت أثق أن منتخب نيجيريا ولاعبي وأثق أن لاعبي المنتخب النيجيري قادرين على فعل ذلك. تشوكويزين، ديدي، ايناتشو، لدينا العديد من اللاعبين، وانديدي، لدينا العديد من اللاعبين. أثق أنهم سيؤدوا بطولة رائعة. مين من وجهة نظرك ممكن يكون نجم منتخب نيجيريا في كأس الأمم؟ حسنا، هذا السؤال صعب جدا. أعتقد أننا ذهبنا لبطولة لدينا قدرة استيعابية كبيرة من اللاعبين، لدينا لاعبين كبيرين، لكن أثق أن الفريق ككل، لكن خصوصا إيناتشو سيؤدي بطولة رائعة، وأيضا إنديدي، أعتقد أنهم سيثبتوا جودتهم في هذه البطولة. طيب، تعليقك على اختيار كارلوس كيروش كمديرا فنيا لمنتخب مصر ومواجهته أمام المنتخب النيجيري في أولى منافسات المجموعة، تعليقك على هذا الاختيار وقيادة كيروش لمنتخبنا الوطني منتخب مصر في كأس الأمم؟ حسنا، أنا أعتقد أن كارلوس كيروش هو واحد من أفضل المديرين الفنيين في العالم، من أكثر المديرين الفنيين خبرة مع المنتخبات والفرق القومية. أعتقد أن مدرب قاد ريال مدريد من قبل، ولديه خبرة كبيرة كهذه، فأعتقد أنه لديه القدرة على قيادة مصر بشكل جيد في بطولة إفريقيا. أنا أثق أن خبرة المدير الفني كمدير فني دولي وقاد فرق كبيرة ومنتخبات، فأعتقد أن خبرته ستكون فارقة في جانب مصر في هذه البطولة. كيف سيتعامل أوغستين مدرب نيجيريا مع إيقاف خطورة محمد صلاح؟ وفي ذات الوقت مين ممكن مفاتيح لعب نيجيريا يقدر يواجهها كارلوس كيروش في هذه المباراة؟ حسنا، أعتقد أن بالحديث عن محمد صلاح وكيف تتعامل مع محمد صلاح، أنت تتحدث عن لاعب في ليفربول، نادي عريق، وتتحدث عن واحد من أفضل اللاعبين في العالم. أعتقد أن مواجهة محمد صلاح ستكون صعبة لأي مدافع، أعتقد أن الأمر سيكون صعبا، ومن اتصالي باللاعبين النيجيريين، أعتقد أن لدينا لاعبين رائعين، لدينا زيدو، لاعب خط دفاع سريع وقوي، يستطيع أن يواجه محمد صلاح، لكن الأمر لا يزال صعبا على أي مدافع أن يواجه محمد صلاح وأن يوقف خطورة محمد صلاح. الأمر برمته سيكون صعب جدا، لأن محمد صلاح لاعب جيد جدا جدا، لاعب مبدع، لاعب يستطيع أن يحول الدفة لصالح فريقك في أي وقت. محمد صلاح لاعب قوي جدا، فيجب على اللاعبين أن يستجمعوا قواتهم في مقابلة محمد صلاح. تعليقك على خبر اعتزال أحمد موسى بعد انتهاء منافسات أمم إفريقيا، رأيك في فكرة أنه يعتزل اللعب الدولي، هل تصريح يلقى قبول المتابعين في الكرة النيجيرية، ولا تسرع في هذا التصريح من وجهة نظرك؟ حسنا، هذا الأمر ليس لأحد أن يوافق عليه أو أن يرفضه، هذا الأمر خاص فقط بأحمد موسى. أحمد موسى لعب مئات المباريات مع منتخب نيجيريا، أعتقد أن أحمد موسى اعتزال أحمد موسى يعتبر الآن
يعتبر الآن أمر خاص به، لا أحد يعرف ماذا سيفعل، ولكن نحن نستطيع أن نبارك له على ما فعله مع منتخب نيجيريا، ليس أكثر. ليس أكثر. توقعاتك للنتيجة، مصر أم نيجيريا؟ حسنا، أنا على وعي تام بأن نيجيريا فريق قوي يستطيع أن يفوز، وأيضا مصر فريق قوي يستطيع أن يفوز، ولكن مصر ونيجيريا مؤهلتان لتصعد من المجموعة، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. ماتيو أديبوجو قائد منتخب نيجيريا ونجم نادي ريال سوسيداد الأسباني، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التصريحات والآراء الفنية الخاصة بمباراة مصر ونيجيريا. بالمناسبة هي مباراة كبيرة، مباراة خارج التوقعات. بالطبع نتمنى منتخبنا الوطني تكون ضربة البداية موفقة وتكون نتيجة إيجابية، لأن صدارة المجموعة مهمة جدا. هي الفكرة مش تكسب الثلاث نقاط وتتأهل للدور الثاني، نسبة تأهلك للدور الثاني مؤكدة بنسبة 99%، لأن المجموعة متوسطة المستوى. مباراة الثانية غينيا بيساو ثم السودان، لكن بالطبع صدارة المجموعة مهمة جدا عشان تكمل مشوارك. أولا عشان تفضل في جروة لما تستقبل فريق آخر، وثانيا لو صعدت كتاني في هذه المجموعة يا إما تواجه الجزائر أو كوت ديفوار، وهتكون مواجهة صعبة جدا في دور ال 16، لكن لما تصعد أول هتكون مواجهاتك إما مع منتخب غينيا كوناكري أو منتخب موريتانيا، فتكون المواجهة أقل في القوة وتأجل المواجهات القوية للأدوار التالية ابتداء من الدور ربع النهائي ونصف النهائي. كل التوفيق لمنتخبنا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل الفقرة الحوارية مع المحلل الرياضي الأستاذ شريف سالم. أهلا بحضراتكم من جديد، والفقرة الحوارية في برنامج السادسة. النهاردة الفقرة الحوارية هتكون تفاصيل فنية أكتر، والحديث عن الاستعدادات الفنية لكلا المنتخبين، منتخب مصر ومنتخب نيجيريا. مدرب وطني جوستون إيجيفالي بيقود منتخب نيجيريا، والمدرب البرتغالي كارلوس ساكيروش بيقود منتخبنا الوطني في أولى منافسات كأس الأمم الأفريقية غدا أمام النصور النيجيرية. فهذه الفقرة الحوارية بينورني وبيشرفني المحلل الفني الكابتن شريف سالم. كابتن شريف منور الدنيا، وسعيد بوجودك معايا. ازيك يا محمد، وانت كمان منور. الله يخليك. طيب عايزين نتكلم بقى على منافسات كاس الامم. امبارح كان ضربه البدايه الكاميرون بوركينا فاسو، الراس الاخضر وفوزها على اثيوبيا، والكاميرون فازت طبعا 2-1 على بوركينا. النهارده مباراه متوسط المستوى، السنغال فازت بهدف في ركله جزاء لساديو ماني في الدقائق الاخيره من المباراه على زيمبابوي. المغرب وغانا دلوقتي، غينيا وملاوي ايضا في نفس التوقيت دلوقتي. شايف المنافسات ازاي والمباريات ومدى قوتها من بدايه البطوله؟ واضح ان الجوده مش هتبقى احسن حاجه في اول مباراه، يعني ده واضح على كل المباريات اللي اتلعبت لحد دلوقتي. مش عايز اتكلم عن الجزء التنظيمي اللي هو واضح برضو ان لازال مش احسن حاجه، او ممكن يكون في احسن من كده. ماتش الكاميرون امبارح انا كنت متوقع المباراه تكون احسن من كده الحقيقه، لكن انا شفت ان بوركينا عملت ماتش كويس قوي. الكاميرون دخلت تقريبا بعد 35 دقيقه، كانت تقريبا بره المباراه تماما لمده 35 دقيقه. اخطاء ساذجه دفاعيه من بوركينا دخلت الكاميرون المباراه 2-1 الشوط الاول. الشوط الثاني كانت الجوده فيه برده متوسطه. المباراه الثانيه الحقيقه الجوده قليله جدا، ما جاتش خالص. يعني وده يمكن عشان عدد الفرق زاد شويه من 16 ل 24، فممكن ده بعض الفرق اللي يمكن بتبقى الكواليتي بتاعتها مش احسن حاجه بدات تدخل البطوله. فعشان كده بنقول ان دور المجموعات ممكن الماتشات الاولى فيه ما تكونش احسن حاجه، لحد ما نبدا ندخل من النوك اوت ستيج، وقتها هتبقى الماتشات اقوى من كده. ماتشات النهارده برده تقريبا نفس الجوده بتاعت امبارح. منتظرين بقى ان ماتش مصر ونيجيريا يكون اقوى من كده، يعني يكون في كوره احسن من كده، يكون في كمان كواليتي لعيبه احسن من كده، لان في مجموعه لعيبه كويسه جدا وفيهم كمان لعيبه جايه من الدوري الانجليزي، فممكن وقتها ان احنا نشوف يعني جوده الطف من كده. ماتش السنغال النهارده تقريبا برده نفس الكلام، كنا متوقعين ان السنغال على ما احنا شفنا او احنا اتفرجنا على منتخب السنغال في الكواليفيكيشنز اللي فاتت كانوا اقوياء، فكنا منتظرين جوده كويسه قوي، بس ده برده ما حصلش. اتصدمت لما شفت اداء المنتخب السنغالي النهارده؟ اتصدمت لانه كنت يعني حتى منتظر ان جوده المنتخب، حتى لو جوده المباراه مش هتبقى احسن حاجه، ان حتى جوده السنغال نفسها هتكون احسن من كده، بس ده ما حصلش. هل يعني اليو السيسي اللي شايف لسه البطوله مشوارها طويل، فمش عايز يعني يبقى في اجهاد او القوه البدنيه والقوه الفنيه تظهر من البدايه؟
بس ده ملوش علاقه بالتكتيكال كواليتي، ملوش علاقه بجوده الفرقه، ازاي الفرقه بتشتغل، ازاي الفرقه بتقدم اداء، ده ملوش علاقه، لان انا ممكن ابذل مجهود اقل من المجهود الطبيعي اللي انا ببذله في ال 90 دقيقه، لكن في نفس الوقت احافظ على اولا الثلاثه بونت بتوعي اللي انا كنت اصلا هخسرهم النهارده، تاني حاجه ابدا احافظ على فكره ان تبقى مجموعه اللعيبه اللي بتشتغل بتقدم جوده تكتيكيه كويسه جدا. وده ما حصلش، لا انا شفت جوده تكتيكيه من المدير الفني، ولا في نفس الوقت انا شفت اداء في الملعب يحافظ على الثلاثه بونت، لان الثلاثه بونت هم جم في اخر ثانيه تقريبا. ده في الدقيقه 94 من ركله جزاء يعني للحكم الجواتيمالي. بالظبط. ما شفتش جوده الحقيقه لحد دلوقتي من اي منتخب. منتظر ان انا اشوف ده بقى من منتخب مصر ونيجيريا، لان دي يعتبر هتكون من المباريات القويه جدا في طاولس. نتكلم برضو في جزء فني مهم جدا. كل المباريات الوديه اللي كانت متحضره للمنتخبات خلال الفتره الاخيره قبل انطلاق المنافسات نقدر نقول بنسبه 80-90% اتلغت. هل الغاء المباريات الوديه وعدم اقامه مباريات وديه ومعسكرات اعداد بشكل جيد وحتى استدعاء المحترفين كان قبل البطوله بحوالي 5-6 ايام، ممكن كل ده يكون اربك شويه الحسابات الفنيه للمدربين ما قدروش يحطوا التكتيك او الشغل الفني ليهم مع بدايه انطلاق البطوله؟ مش هحط ده كاكسكيوز برضه، لان كل المنتخبات الاقويه العربيه هي اوريدي اصلا لعبت بطوله عربيه، فيعني حتى لو لعبت بالرقم باللعيبه رقم 2 بس لازال ان هم برضو ستيل لعبوا ماتشات قويه. بس دي المنتخبات العربيه. المنتخبات الافريقيه كان اوريدي اصلا بتنهي كواليفيكيشنز، احنا ما بعدناش قوي عن التصفيات بتاعت كاس العالم. كانت في نوفمبر. فاحنا مش بعيد قوي عنها، فلا ما اعتقدش ان ده هيبقى اكسكيوز في مكانه بالنسبه للمنتخبات. انا بحاول اشوف مبرر بس يعني. لا هي انا بالنسبه لي هتفضل الموضوع في جوده بدل 16 ل 24. اذا انت شايف البطوله تبدا منافساتها ومبارياتها بجد من نوك اوت ستيج، من نوك اوت دور 16 ودور الثمانيه. الثمانيه كمان. لان يعني انا مثلا بالنسبه لي المنتخب اللي احنا هنلعبه اللي هو نيجيريا تصنيف اول في الفرق اللي صعدت لتصفيات المباراه الفاصله بتاعت كاس العالم، انا بشوف برضو ان هو يعني مش اقوى منتخب. فقد لعيبه، هيبقى فاقد لعيبه قويه قدامنا زي أكيد. يعني انا بالنسبه لي مثلا المنتخب النيجيري اللي هو يعتبر المنتخب القوي اللي موجود في مجموعتنا برضو الكواليتي مش احسن حاجه، المدير الفني برضو مدير فني مؤقت، انا حاسس ان جوده يعني هي البطوله تم يعني كانوا مصرين يلعبوها وانا مبسوط الحقيقه، لان انا حاسس ان احنا قاره افريقيا تستحق مكانه اكبر من كده في الكوره، بس الاصرار على البطوله لا مش هيقدم جوده احسن حاجه. لا على مستوى المنتخبات، لا على الجزء التكتيكال كمدربين، ولا حتى على مستوى التنظيم، بس هتبقى البطوله اتلعبت. طيب هل فيروس كورونا هيحسم مساله المنافسه على كاس الامم؟ يعني كل منتخب بيطلع في المؤتمر الصحفي يقول لك انا المنافس الاقوى ليا كذا، انا المرشح الاوفر حظا. الفرق المرشحه ممكن تكون كذا وكذا وكذا، لكن فيروس كورونا مع انطلاق مباريات البطوله ابتدى يستبعد بعض اللعيبه المؤثره، النهارده السنغال بتلعب بدون ادوارد ميندي وكوليبالي. هل الفيروس كورونا هيكون حاسم في مساله الفرق المرشحه او المنافسه على اللقب؟ بنسبه 100%. 100%. 100%، ولان كل المنتخبات، هو كل منتخب، مفيش منتخب افريقي دلوقتي عنده مجموعه لعيبه او بنتكلم عنده تيم 11 كويسين. ده مش حاصل. مفيش ولا منتخب. تعال نبص على المنتخبات، يمكن المنتخب الاكثر يعني تكاملا الجزائر. هو ده المنتخب اللي انت تقدر تقول هو فعلا الاحتياطي عنده قوي جدا مكان الاساسي، لكن تعال نبص على كل المنتخبات المرشحه، 5-6 منتخبات، لا البديل مش قوي زي الاساسي. فغياب الاساسي لا 100% هيأثر، 100% هيأثر على نتيجه ماتشات وعلى نتيجه البطوله. نتيجه مباريات ونتيجه بطوله. طبعا. مجموعه اللعيبه اللي موجوده لما نيجي نبص عليهم واحد واحد كده، يعني تعالى مثلا نروح لمنتخب مصر. هو انا لو شلت صلاح هحط مين؟ لو شلت النني هحط مين؟ لو شلت الشناوي هحط مين؟ مع احترامي الاسامي اللي موجوده رقم 2 كلها في الاخر لعيبه بتخدم منتخب مصر وكلها لعيبه جودتها كويسه. بس النني في اعتقد في مركزه في يعني اعتقد لا يعني عمرو السولية مصاب. بس اول مباراه انت تقصد يعني في اي وقت. ما هو لما هنوصل لان عمرو السوليه موجود هيبقى الاثنين اللي بيلعبوا مع حمدي فتحي هو النني والسوليه. لما النني والسوليه او النني او السوليه؟ النني والسوليه الاثنين. الاثنين دول اللي هيلعبوا الثمانيات مع حمدي فتحي. طب انا لما اشيل واحد من الاثنين احط مين؟ هتلاقي فرق الجوده، يا في فرق جوده كبير في الجزء كسكيلفول، وفي فرق جوده في العنصر البدني. امام عاشور بديل ليهم؟
انا عندي مشكله كمركز يعني. انا اقصد كمركز، هو كمركز امام هيبقى موجود طبعا يعني يبقى بديل، لان هو لاعب بيلعب في الزمالك مركز 8، بس احنا لما نروح لامام عاشور نتفرج عليه هو بيقدم ايه مع الزمالك عشان يبقى انديكيشن هو هيقدم ايه مع المنتخب، سواء لبديل السولية او النينا تلاقيه لا بعيد طبعًا. فترات او مراحل. الراجل كان بيجرب فيها زيزو، كان بيجرب فيها ايمن اشرف، يعني حسين فيصل جرب فيها لعيبه هي اصلا مش تلعب المكان ده، يعني جاب لعيب مدافع حطه في المكان ده ما قدمش احسن جوده، وان كان لعب دقائق قليله اللي هو ايمن اشرف، بس حتى في الدقائق القليله كان واضح قوي ان هو تايه في المكان. زيزو لما لعبها قدم يعني قدم الجزء الهجومي كويس، بس الجزء بتاع البوزيشننج او التمركز الدفاعي قدمه وحش او مش احسن حاجه يعني. فالبديل في المنتخب لا مش الشناوي مثلا، بلاش الشناوي، اكرم اللي هو اللاعب اصلا اللي هو اساسا مش لعيب رايت باك. انا لما هشيل اكرم هحط مين؟ مع احترامي طبعا لعمر كمال عبد الواحد، لكن هو حتى ما بيلعبهاش في فرقته، يعني حتى مباراه الاهلي اللي هي يعتبر اقوى مباراه للفيوتشر في الدوري اللي كان بيلعبها نيدفيد في ال 45 دقيقه الاولى، فستيل هو برده مش لعيب رايت باك، كان نيدفيد الباك رايت. فبرده هتلاقي لا فرق الجوده، اي يعني مندي في السنغال فرق الجوده كبير. لو رحنا لمنتخب نيجيريا لما نشيل مثلا انديدي لعيب الديفندر ونحط اونكايا فرق الجوده هيبقى فرق جوده كبير. لما نشيل ساديو ماني يعني هتلاقي دايما السوبر ستار في المكان الجوده بتاعت رقم 2 اللي بعده لا هتبقى مؤثره بشكل كبير جدا. بمناسبه الجوده ما استغربتش امبارح بالهدف اللي احرز في مرمى الكاميرون والغلطه اللي عملها اونانا؟ ده حارس اياكس وبيلعب في الدوري الاوروبي. واضح اللعيبه لما بتيجي في افريقيا انت ما استغربتش. اللعيبه لما بتيجي في افريقيا تستعيد ذاكره افريقيا يعني. هو طبعا كان خطا ساذج جدا، حتى الضربتين الجزاء اخطاء ساذجه جدا من دفاع بوركينا، لكن كأونانا بقى كلعيب بيلعب في دوري ابطال اوروبا، وحتى اعتقد كان مرشح من في فتره ان هو ينضم لبرشلونه، لكن طبعا كان خطا غريب جدا. وحتى قبل خطا الجول لو الكره الاولى اللي اترفعت من الباك ليفت بتاع بوركينا كره نازله في العارضه، يعني هو حتى يعني هو ايده خبطت يعني. هنرجع نتكلم ولسه عندنا تفاصيل فنية مع محلل الفن الشريف سالم، لكن أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ولسه عندنا تفاصيل أكتر بخصوص الاستعداد الفني لكلا المنتخبين مصر ونيجيريا. أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن مباراة مصر ونيجيريا مع المحلل الفني كابتن شريف سالم. طيب كابتن شريف، بنتكلم على القيمة التسويقية لكلا المنتخبين، الجزء الرقمي أيضا كمان مهم جدا، وانت بتتكلم قبل المباراة ب 24 ساعة عشان الناس كل السادة المشاهدين يعرفوا مدى قوة كلا الفريقين على أرض الملعب، قيمة تسويقية منتخب نيجيريا قد إيه، مصر قد إيه، وأبرز اللاعبين كمان في كلا المنتخبين. القيمة التسويقية هتودينا الحتة إنه المنتخب المصري قيمته التسويقية تقريبا 161 مليون بس في 100 مليون بتوع صلاح لوحده. لكن القيمة التسويقية لفرقة نيجيريا تقريبا حوالي 240 أو 250 مليون بس الرقم ده متوزع على اللعيبه كلها، يعني اغلى لاعب موجود هو انديدي اللاعب بتاع ليستر سيتي، الديفندر بتاع ليستر سيتي ده قيمته التسويقيه تقريبا بنتكلم فيه 60 مليون. 60 مليون 60 طيب. مليون يورو. قبل ما ادخل في جزء الرقمي المتعلق بالقيمه التسويقيه، يمكن خبر عاجل في هذه اللحظات الزملاء في الاعداد بيبلغوني بيه، اصابه طبعا الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم بفيروس كورونا بعد اجراء المسحه الطبيه بالتاكيد لكل افراد البعثه بالامس. كلنا عارفين ان الحمد لله المنتخب الوطني المسحه سلبيه، لكن رئيس الاتحاد اللي موجود كرئيس للبعثه مع المنتخب في مدينه جاروه في الكاميرون ثبتت العينه ان المسحه بتاعته ايجابيه. الف مليون سلام على الاستاذ جمال علام، وان شاء الله باذن الله خلال الايام القليله القادمه مع مسحه ثانيه باذن الله تكون الامور افضل ويتعافى وتكون المسحه سلبيه، ونطمئن على حالته يا رب باذن الله خلال الفترة اللي جاية. ومليون سلامة على كل أفراد البعثة خلال الفترة اللي جاية. الموضوع انتشر قوي ومش في الكاميرون بس، لا في كل أنحاء العالم، حتى في الدوريات الأوروبية الموضوع بقى زاد عن الحد جدا يا شريف. أعتقد زاد عن الحد عكس الأول يعني فاكر أنت الكورونا لما بدأت ما كانش بنفس الانتشار اللي احنا شايفينه دلوقتي، وما كانتش بنفس القوة دي بس هو الفرق إن اللعيبة وقتها كانت بتغيب ممكن 10 أيام دلوقتي اللاعب ممكن يغيب يومين ثلاثة، فانا مش يعني الموضوع فيه حاجه فيه كومبليكيشنز، في حاجه مش قادرين نفهمها في الموضوع ده بصراحه. بس هو فجاه بتحصل حالات كتير جدا، حتى الدوري الانجليزي بيأجل ماتشات. احنا عندنا في الدوري المصري النادي الاهلي اعتقد اول امبارح كان عندنا 6 أو 7 مصابين، النهارده منهم 2 الحمد لله رجعوا، طاهر محمد طاهر وفخري، فهو في حاجه
يعني نتمنى السلامة للجميع يا رب إن شاء الله، وألف سلامة على الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري. طيب نرجع للقيمة التسويقية، وأنت قلت لي القيمة التسويقية نيجيريا متوزعة على أكتر من لاعب. احنا يعني عندنا هنلاقي اللعيبة أهو أكتر لاعب نديدي 60 مليون، بعد كده هتلاقي اللعيبة كلها القيمة متوزعة عليهم. بعد كده قدامنا على الشاشة اهي. قدامنا على الشاشة كده القيمة التسويقية لكل لاعب فيهم. القيمة التسويقية لكل لاعب فيهم عندنا نديدي اللي هو ليستر سيتي 60 مليون مظبوط، كليتشي ليستر سيتي برضو مدافع 20 مليون، سامويل شيكويزي ده لعيب بيلعب في فياريال في الدوري الأسباني 20 مليون، أليكس إيوبي اللي هو إكس أرسنال وبيلعب في إيفرتون دلوقتي الناس عارفاه كويس، أبو شعر اللي هو اللي بيلعب في نص الملعب مظبوط، بيلعب جناح شمال أو بيلعب في نص الملعب ده ب 18 مليون، وفي صادق عمر او عمر صادق يعني الاثنين يمشوا يعني ده المهاجم بتاع الماريا 18 مليون، وفي تايو اونيه اللي هو غالبا هيكون المهاجم الاساسي في مباراه بكره ان شاء الله ده ب 15 مليون، ده بيلعب في يونيون برلين في الدوري الالماني. هتلاقي اللعيبه كلها في الحدود اللي هي من 15 ل 20 مليون، مع نضيف بقى انديدي اللي هو ضاف قيمه تسويقيه كبيره للمنتخب اللي هو ب 60 مليون. 60 مليون على عكس منتخب مصر، احنا بنتكلم تقريبا منتخب مصر 160 مليون منهم تقريبا 100 مليون، مش تقريبا هو منهم 100 مليون لمحمد صلاح. محمد النني تقريبا كان قيمته التسويقيه مؤخرا وصلت 12 مليون، دلوقتي بقت 9 مليون على الشاشه هي قدامنا معانا. ارسنال محمد النني 9 مليون يورو مظبوط، تريزيجيه 10 مليون، استون فيلا ومصطفى محمد في جلطة سراي 5.5 مليون، وعمر مرموش شتوتغارت في الدوري الالماني 4.5 مليون. فهنلاقي ان احنا الكواليتي بتاع اللعيبه او الفاليو بتاع اللعيبه عندنا بتبدا من 10 مليون لاقل في المنتخب النيجيري، الاقل 15 مليون، مش الاقل في المنتخب كله بس الاقل في القيمه التسويقيه بتاع كواليتي اللعيبه اللي هتلعب اساسيه بنتكلم في 15 مليون واكتر. بس عايز اقول لك على حاجه، يمكن دايما حتى منتخبنا الوطني لما كان بيفوز بمنافسات كاس الامم الافريقيه كان كل اللاعبين بلا استثناء يمكن ما عدا لاعب او اثنين كلهم بيلعبوا في الدوري المحلي. لو كنت تبص ساعتها على القيمه التسويقيه كنت اسمع وقتها المعلقين وهم بيعلقوا على المباريات يقول لك ايه القيمه التسويقيه لمنتخب مصر مثلا 10 مليون دولار او 10 مليون يورو قدام مثلا منتخب الكاميرون او نيجيريا اللي متخطي حوالي 100 مليون او 150، لكن تيجي تبص في ارض الملعب تلاقي منتخب مصر عامل مباريات كبيره على اللعيبه دي. دلوقتي الامور يعني ابتدى يبقى فيها توازن كرقم بعد دخول محمد صلاح شويه في مساله القيمه التسويقيه الاعلى من خلال وجوده في ليفربول. بس ما بنكسبش افريقيا من 2010. ما هو النهارده اتكلم على الجزئيه دي قال لك انا لعبت 3 كاس امم لكن ان شاء الله هحاول البطوله دي يعني نقدم حاجه مختلفه عن اللي حصل قبل كده. في تو سايدز للموضوع ده شويه، الجزء الاول ان كان في عدد ايام كتير جدا للمنتخب ان هو يبقى واخد معسكر، فده بيخلي الجزء التكتيكال او الجزء الفني بتاع اللعيبه في الملعب بيبقى اقوى. لان اللعيبه بتقعد فتره طويله فبتقدر ان هي تاخد شغل المدرب وتشتغل يعني بشكل احسن على المستوى كجوده الجزء التكتيكال. بس عمر القيمه التسويقيه ما كانت مؤشر ان انت هتفوز بالبطوله. لا مش مؤشر في اي حته، ما هو القيمه التسويقيه اعلى اثنين قيمه تسويقيه في العالم دلوقتي بنتكلم تقريبا على مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. مانشستر سيتي تقريبا 800 مليون ومانشستر يونايتد 801 مليون. وبطل اوروبا تشيلسي. وبطل اوروبا تشيلسي، واصلا مان يونايتد بيعاني في الدوري الانجليزي. أكيد. فالقيمه التسويقيه بتفرق في جوده اللعيبه، ان انا بقول ان انا عندي لعيب قوي جدا ديفندر زي ديدي، عندي لعيب مهاجم قوي زي محمد صلاح، بس في الاخر الجزء التكتيكال او شغل المدرب هو اللي بيفرق. انت لما رحت البطوله العربيه كنت المرشح الاول على مستوى جوده اللعيب، لكن انت ما حققتش البطوله لان انت ما قدمتش الجوده اللي تكفي ان انت تحقق البطوله، ماتشاتك ما قدمتش احسن جوده. منتخب الجزائر كان رايح مرشح بس في الاخر هو اللي كسب لانه قدم جوده على ارض الملعب. طيب نروح للتشكيل المتوقع لمنتخب مصر ومنتخب نيجيريا، نبدا بمنتخبنا الوطني. التشكيل 11 مع يعني تقريبا بنسبه 99% تشكيلنا معروف. محمد الشناوي حارس مرمى مظبوط، اكرم توفيق وحجازي والونش وفتوح ده الاربعه اللي هيلعبوا في خط الظهر، ودول بنسبه 100% هم اللي هيلعبوا. الاربعه بتوع خط النص عبد الله السعيد وحمدي فتحي والنني ده برده تقريبا بنسبه 100% دول الثلاثه اللي هيلعبوا. الثلاثه اللي قدام هم اللي ممكن يكون فيهم اختلاف، محمد صلاح على اليمين وهيبقى مرموش على الشمال ومصطفى محمد. ومصطفى محمد. طب الاختلاف هيبقى فين؟ الاختلاف غالبا هيبقى ما بين عمر مرموش وتريزيجيه. بس الكفه هتميل شويه ناحيه مرموش لان هو اللي رجله في الملعب، تريزيجيه راجع من اصابه. نفس فكره عمرو السوليه اعتقد، نفس الفكره. نفس الكلام بالنسبه لمصطفى محمد ان هو ما كانش بيشارك مع جلطة سراي ومحمد شريف هو اللي كان بيشارك، بس في نقطه مهمه في الجزء ده واللي انا بحس ان هي هتميل قوي لمصطفى محمد، ان الراجل لما اخذ محمد شريف كان واضح ان في نسبه يعني عدم اقتناع
او الموضوع 50-50 مع محمد شريف. حتى لما قبل ما يتم اعلان القايمه كانت الناس بتتكلم هو محمد شريف اللي هيروح ولا مش هيروح. الراجل لعبه جناح في تقريبا في معظم الماتشات، هو مباراه واحده بس اللي لعب مهاجم، فواضح ان في عدم اقتناع كامل بشخصيه محمد شريف كمهاجم اساسي لمنتخب مصر. هداف الدوري وهداف افريقيا وهداف افريقيا بس بيفكرني بفاكر برادلي اول ما جه ما كانش مقتنع بابو تريكا، ما كانش مقتنع واستبعده من اول معسكر بالظبط. بس هو كارلوس كروش طبعا برادلي امريكي لكن كروش برتغالي، واحنا عارفين العقليه البرتغاليه بتبقى يعني عنيده اكتر شويه. بس هو واضح ان الراجل ما عندوش 100% اقتناع بفكره ان يكون محمد شريف رقم واحد، واعتقد فرق الجوده كان واضح قوي ما بين اللعيبه المهاجمين، يعني بدون ما نسمي اي حد كان واضح فرق الجوده ما بين محمد شريف وباقي المهاجمين اللي موجوده. عشان كده حتى لما محمد شريف بدا ياخد دقائق لعب كان واضح فرق الجوده، فممكن يكون فرق الجوده ده هو اللي رشح محمد شريف انه يكون موجود، بس ده مش معناه ان هو هيرشحه انه يكون رقم واحد. المباراه هتثبت بقى في النهايه الاختيار الفني وجهه النظر الفنيه انت كمدرب مسؤول عنها صح ولا غلط من خلال النتائج اللي هتظهر في البطوله الفتره الجايه. مظبوط، النتائج ما كانتش مؤشر كويس الفتره الاخيره بالظبط. طيب منتخب نيجيريا والتشكيل في ظل الغيابات اللي موجوده بالنسبه لمنتخب نيجيريا. التشكيل اللي معانا التشكيل اللي معانا المنتخب نيجيريا، وان كنت اتوقع ان ممكن يكون في تغييرات بس هو في لعيبه بنسبه 100% هتشارك لو انا ما اعرفش الكورونا المجموعه كلها سلبيه او لا، لسه ما فيش اي معلومه، مفيش اعلان مفيش اعلان. فاحنا بعيدا عن اعلان موضوع الكورونا هنتكلم على اللعيبه اللي هتكون موجوده. اوكي اللي هو حارس المرمى ده 100% هيكون موجود تمام. الرباعي اللي في خط الظهر هو اولا اينا الباك رايت و سانوسي اللي هو الباك ليفت، دول الاثنين دول 100% موجودين في حاله ان كولينز الباك ليفت الاساسي مش موجود. كينيث اوميرو وتروست ايكونج الاثنين دول 100% موجودين، والاثنين دول هم اللي لعبوا كل المباريات في التصفيات خط الوسط كليتشي ناتشو ده اللاعب رقم 14 ده هيبقى 100% موجود، والفريد انديدي ليستر سيتي 100% موجود، جو اوريبو ده اللاعب اللي هو لعيب مركز 8 فده 100% موجود، هو موجود في كل الماتشات اللي فاتت. تايو اونيه ده المهاجم ده 100% موجود. موسيس سيمون ده مش راس الحربة، هو ممكن بس الكلمة تكون مكتوبة بغلط أو حاجة، بس موسيس سيمون ده الرايت وينج ده 100% موجود وهو بيلعب كل الماتشات الفترة الأخيرة. فده تقريبا ده التشكيل بتاع منتخب نيجيريا. الاختلاف ممكن يكون في إيه؟ ممكن يكون في إن أونيه ما يبقاش موجود وأحمد موسى هو اللي يلعب مهاجم ويدخل أيوبي. المباراة الأخيرة بتاعت القطن الكاميروني دي اتسرب منها فيديو واحد بس، كان واضح في الفيديو إن اتفرجت عليه كان واضح في الفيديو المتسرب من المباراه دي هتسربه من الجمهور، يعني هو كان بيتسرب كان هو بيتلعب في ملعب الفرعي جنب الملعب الرئيسي وكان في جمهور نادي القطن، كان في جمهور صغير يعني عدد صغير جدا وفي جزء اتسرب. الجزء اللي اتسرب كان واضح منه حاجتين، ان الطريقه كان في جزء كان في وقت منها كانت بتتلعب 4-2-3-1، احمد موسى بعد ما سجل الهدف في الشوط الاول الراجل خرجه ولعب ايوبي، ده هو خرج كل اللي بداوا المباراه بس بين الشوطين لكن لكن بعد ما تسجل الجول اعتقد الدقيقه 28 عمل تغيير في الدقيقه 30 خرج احمد موسى اللي سجل الهدف تمام ونزل ايوبي. لما ايوبي نزل اتحولت الطريقه ل 4-2-3-1، لكن لما احمد موسى كان موجود كانت الطريقه 4-3-3 وبعد كده طبعا هو الشوط الثاني ما غيرش الطريقه كمل 4-2-3-1 لكن طلع 8 لعيبه ونزل 8 تانيين واستمر ايوبي وخرج في اخر 10 دقائق مظبوط. بين الشوطين غير حوالي اكتر من 8 هو 8 لعيبه وبعد كده كان في 2 اللي هم اللي شاركوا، وبعد كده اخر 10 دقائق في 2 لعيبه خرجوا اللي هو كان من ضمنهم ايوبي. ده الشكل اللي كان واضح في مباراه القطن اللي غالبا هيبقى الشكل في ماتش منتخب مصر بكره. هل الراجل بقى هيكمل بايوبي ويلعب 4-2-3-1 واحمد موسى هيكون هو المهاجم ويطلع تايو اونيه، ولا اونيه هو اللي هيكمل وهتفضل الطريقه زي ما هي؟ هي دي هتبقى الاختلاف. بس اعتقادي انا ان هيلعب بكره 4-3-3 لان هو طول التصفيات ما كانش عنده هويه واضحه، يعني اخر 10 ماتشات بالك في التصفيات كان مدرب وبكره مدرب تاني، بس هو كان المساعد ولو ممكن يكون هو كان مساعد ليه وجهات نظر بس كان بينفذ تعليمات المدير الفني. طيب هو المباراتين بتوع كاف فيردي انا اقصد بس ما نبنيش المباراه بكره على اداء نيجيريا في التصفيات لان الجهاز اتغير. احنا كل الافكار اللي بانيينها على مباراه بكره هي مباراه القطن. مباراه القطن تمام من التشكيل الاساسي ومن الفيديوهات اللي اتسربت. اوكي. بس ده اللي احنا بنينا عليه، لكن منتخب نيجيريا نفسه لعب 3-4-3 ولعب 3-5-2 ولعب 4-2-3-1 و4-4-2 في التصفيات.
يعني تقريبا في كل مباراه تشكيل مختلف. يعني حتى الحالات اللي احنا هنستخدمها معانا عشان نقول ايه مناطق او نقط الضعف اللي موجوده عند منتخب نيجيريا، هنلاقي جزء من الصور او جزء من الحالات في 2-4 مدافعين، فهيبان 2 سنتر باكس موجودين، وفي حالات هنلاقي موجود 3 سنتر باكس، 3 لعيبه مدافعين في المباراه اللي لعب 3-5-2 او 3-4-3، هنلاقي الحالات اللي موجوده معانا في 3 مدافعين، والمباراه اللي لعبها 4-4-2 او 4-2-3-1 هنلاقي اللي موجود 2 مدافعين. فهي مفيش حاجه واضحه يعني عند المنتخب النيجيري. طب عايز اسالك على موزيس سيمون، هو بيلعب في نانت الفرنسي، هل هو متالق في نانت الفرنسي لدرجه انه ممكن المدير الفني يستدعيه بكره في التشكيله الاساسيه؟ هو الاساسي طول الماتشات اللي فاتت، هو الاساسي لما لعب 3-5-2 و 3-4-3 كان الرايت وينج باك هو موزيس، هو رقم 15، هتلاقي يعني الناس هتشوفه بكره. هو للاسف انا قلقان منه جدا، لان فتوح الحقيقه لعيب قوي، وده لعيب صغير برضه، خد بالك مواليد 95، يعني عنده 26 سنه او 27 سنه. هو بقى انا مشكلتي بكره هتبقى في المكان ده، ان لو دايما اللي بيلعب في 4-3-3 مع منتخب مصر ناحيه الشمال بيكون عبد الله السعيد. فانت بتتكلم عن القوه البدنيه، قوه بدنيه وفي بطء شويه وبطء. فتوح سريع سريع، بس المباريات اللي لعب فيها عبد الله السعيد قدامه ماتشين ليبيا، وفي المباراه كمان في البطوله العربيه لما كان بيلعب حسين فيصل ما بيرجعش، كان من اكتر اللعيبه في المنتخب اللي قطعت كرات، وده يدل على قد ايه الضغط اللي كان موجود على المنتخب في الحته دي، لما اللعيب الثمانيه اللي بيلعب قدام فتوح ما بيكونش قوي دفاعيا. اللاعب ده بقى موسس ده عنده سرعه مش طبيعيه، سريع بشكل رهيب، ربنا يستر. فهي دي يعني قلق في الحته دي شويه. ما انا عشان كده ركزت عليه وهو بيلعب في نانت الفرنسي وماشي بشكل كويس، وزي ما انت اكدت لي ان هو كان بيلعب كل ماتشات التصفيات، كل الماتشات اساسي موجود، لما لعب ثلاثه كان موجود، ولما لعب اثنين كان موجود. فهي برده هتبقى يعني قلق شويه. نتمنى ان هو بقى يعني يا ما يشاركش يا ما يكونش في حالته. قبل ما اطلع فاصل، ممكن مين يلعب قدام فتوح في الحته دي لو مش عبد الله السعيد؟ لو مش عبد الله السعيد يلعب محمد النني. النني لان محمد النني عنده ميزه قويه جدا، ممكن يكون مش اكتر لعيب بيلتحم، لكن عنده واحده من اهم المميزات اللي ممكن تاخدها في اي ديفندر، فكره ان هو باسير شاطر قوي. وهو واحد من اهم اللعيبه في العالم، وده بشهاده ارسن فينجر وبشهاده محللين الاداء في ارسنال وفي بشكتاش كمان، انه من اللعيبه اللي بتقفل زاويه التمرير. يعني ممكن ما يقطعش الكوره لكن يقفل زاويه التمرير، فما يحطش ما يوصلش الكوره في مكان يكون ريسكي قوي اكيد. فهي دي ممكن يعني ممكن محمد النني هو اللي يلعب على موسيس، بس الناحيه الثانيه برده للاسف يعني كولينز لو هيلعب او سانوسي بيبقى معاه يا اما احمد موسى يا اما ايوبي، برده بتبقى جبهه خطيره جدا. لكن اكرم توفيق يمكن اقوى دفاعيا من فتوح، وفتوح اقوى هجوميا من اكرم، ففي معادله، فممكن ما يكونش القلق قوي من ناحيه اكرم قد ما يبقى في قلق من ناحيه فتوح خاصه في المواجهه المنافسه مين بيقابلك بالظبط. بالظبط موسيس طبعا، انا بالنسبه لي موسيس اقوى حتى من احمد موسى، يمكن الناس عارفه احمد موسى كويس لانه لعب في الدوري السعودي، فالناس عارفاه، وحتى كان في كلام من فترات كده ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي، فتحس ان الجمهور شويه عارف احمد موسى، اسمه معروف بالنسبه له. لكن موسيس سيمون الاسم مش معروف قوي، ادينا اهو والناس هتتفاجئ يعني هتتفاجئ بكره بيه. طيب ده كانت الامور الخاصه بتوقعات التشكيل بالنسبه لمنتخب مصر ومنتخب نيجيريا والقيمه التسويقيه لكلا المنتخبين. نقطه مهمه جدا لما اخرج الى فاصل، منتخب نيجيريا الاعمار السنيه فيه مش كبيره، اعمار صغيره، معظم اللعيبه في التشكيل الاساسيه كلهم مواليد 95 فيما اقل، فبالتالي المباراه هيكون فيها معدلات بدنيه كبيره جدا امام منتخبنا الوطني. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض، لسه عندنا تفاصيل فنيه مع المحلل الفني الكابتن شريف سالم. اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث مع الكابتن شريف سالم المحلل الفني، والحديث عن مباراه مصر ونيجيريا، ونبدا نخش بقى في الحالات الفنيه، الحالات الدفاعيه، اداء المنتخب النيجيري، نقاط القوه، نقاط الضعف. شريف هنقول بس حاجه بسرعه، ان اهم ثلاث مهاجمين عند منتخب نيجيريا مش موجودين بكره. اهم ثلاث مهاجمين، تمام، اللي هو رقم واحد اللي هو اوزمان، ده المهاجم الاساسي، ده مش موجود، مهاجم نابولي، ده نابولي، دينيس واتفورد مش موجود، وايجالو مش موجود. ايجالو ده الناس عارفاه لانه بيلعب في السعوديه في الدوري السعودي اعتقد الاتفاق، وكان لاعب سنه اعاره مع مانشستر يونايتد مع سولشاير، فالناس عارفاه لما كان موجود في سولشاير. ده المهاجم رقم واحد واثنين وثلاثه، الثلاثه مش موجودين. دي اول نقطه، ماشي. يعني دي نقطه قوه كبيره جدا عند المنتخب النيجيري، بدايه مبشره. تمام. بالظبط، دول مش موجودين بكره. هنروح بقى نشوف هو في مشكله كبيره جدا عند منتخب نيجيريا في حاجتين، اولا التغطيه العكسيه، وهنجيب بقى الحالات
وهنجيب منها اللي جه اهداف، يعني هنجيب الحاله اللي ما اتسجلتش اوكي والحاله اللي سجلت هدف. تمام. التغطيه العكسيه فيها مشكله كبيره جدا، ولما بيلعبوا ثلاثه ده ان كيس ان هم لعبوا ثلاثه بكره، ولما بيلعبوا اثنين في مشكله كبيره جدا ما بين التو سنتر باكس. نوعيه السنتر باكس اللي موجوده في منتخب نيجيريا النوعيه بتاعت اللاعب الطويل قوي، عنده طول وعرض، وعنده الترنز فيها مشكله، وعنده كمان الفنتات مش احسن حاجه. فهنا احنا كمنتخب بقى هنعتمد بشكل كبير قوي على ان يكون موجود محمد صلاح وعمر مرموش، الاثنين هيفرقوا معانا اولا في ان هو لما هيدخل لقلب الملعب كانسايدر، هيدخل يشتغل في قلب الملعب ما بين الاثنين المدافعين او الثلاثه، هيبقى خطير جدا. وفي نفس الوقت نعتمد على مصطفى محمد في التغطيات العكسيه، ان الكره لما بتتلعب عكسيه بتفوت غالبا من الاثنين مدافعين. هنشوف الحالات ونبدا بقى يعني نتوقع او نتخيل ازاي المنتخب المصري ممكن يستفيد منها، وازاي نقدر نسجل منها اهداف. دي نقطه الضعف، لان كمان نقطه القوه اللي موجوده في المهاجمين غابت شويه. اكيد نبدا نعرض الحالات مع بعض يا جماعه. طيب دي كره ملعوبه من نص الملعب عادي جدا، المفروض ان في تغطيه عكسيه من الراجل الرايت باك. لو رحنا للصوره اللي بعدها هنلاقي الراجل رايح لوحده، والصوره اللي بعدها هنلاقي الراجل بيسجل. ده دي مباراه في كاب فيردي. كاب فيردي نروح تصفيات كاس العالم. تصفيات كاس العالم نروح للصوره اللي بعدها نفس الكلام. هنقف بس لحظه هنا، المنتخب النيجيري كان بيلعب 4-3-3. واضح قدامنا الفورميشن بتاعت المنتخب النيجيري، اربعه مدافعين. تمام. نروح للصوره اللي بعدها الراجل بيروح لوحده. نروح للصوره اللي بعدها برضو. طب قبل ما نروح للصوره دي، ازاي اتضربوا في اللعبه دي؟ هي بالكره الطويله، بالكره الطوليه ما بين الاثنين سنتر باك. يعني لو رجعنا للصوره هم الناس واقفين متمركزين بشكل كويس. تمام. لا احنا كده قدمنا مش رجعنا. بس الصوره اللي قبلها. الصوره اللي قبلها هو تقريبا يعني نفس بالظبط. هي دي الصوره، الراجل بيعمل شاب عادي جدا والناس متمركزين صح. يعني هي التمركز هنا مفيش مشكله، الناس كلها على خط واحد. لو احنا ركزنا مع الخط اللون الفرق بين اللون الاخضر الفاتح والغامق هنلاقي الناس واقفه صح. بس الفكره كلها في سرعه المدافعين، وفي ان اللاعب ده لما بيلف ال 90 درجه على حسب وقفته هو، عشان بيبقى الطبيعي بيقف في كتفه، بيقف 90 درجه للكوره اكيد عشان يبقى عنده استعداد للجري. اللعيب ده من اللحظه اللي بيبدا يجري فيها السرعه الانفجاريه بتاعته هيوصل لاقصى سرعه بتاعته امتى؟ للصوره اللي بعدها هنلاقي المهاجم وصل للكوره قبله عادي جدا. طيب يعني انا من الصور دي انت اديتني يعني جرعه تفاؤل. اللي محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه لعيبه سريعه جدا وتقدر تقطع ما بين المدافعين. هم المسافه اللي ما بين الاربعه اللي في السنتر باكس اللي هم الاربعه المدافعين مع حارس المرمى مساحه كبيره ولا بيبقوا قريبين جدا من ال 18؟ دي بتبقى على حسب، لان في الحالات الهجوميه اللي احنا مش هنقدر نستعرضها عشان الوقت ضيق شويه، هي فرقه لما بتطلع تشتغل من فوق بتطلع تشتغل كمجموعه، فبتسيب في ظهرها 30 و40 متر نقدر نشتغل فيهم. ما ده اللي انا اقصده. الترانزيشنز بتاعتنا مساحه كويسه يقدر صلاح يعمل فيها انطلاقات. بس كمنتخب مصر انت اكيد مش 100% هتبقى سايب الكوره، اكيد اوقات هتضغط. فانت ازاي هتتعامل وانت بتضغط؟ لان هنا ما كانش ترانزيشن، دي كانت كوره بتتنقل عادي. فهنا بنبدا نستغل الكوره. دي صوره بعدها. بس هنا بقى كان اللعيبه، معلش نرجع لحظه، كان خط الدفاع اوت اوف بوزيشن شويه، فهتلاقي الراجل بتاع التغطيه العكسيه الباك رايت مش متمركزين صح. المفروض ان الباك رايت يبقى على نفس الخط مع المدافعين. هو راجل بيغرق خط الدفاع كله. الباك رايت اهو، الباك رايت ده كده حتى ما في بس ده مش اولينا عينه، مش اللي هيلعب بكره، مش اللي هيلعب، مش الاساسي. بس يعني هو في مشكله في التغطيه العكسيه. نروح بقى للصوره اللي بعدها، طبعا الراجل بيستلم بايده بيهزر يعني، فما كملتش الهجمه دي. نروح للصوره اللي بعدها، ده نفس الكلام برضو، هنشوف المسافه اللي ما بين الباك ليفت والتو سنتر باكس، مسافه كبيره. كل دي حالات احنا بنتكلم على نيجيريا لما كانت اربعه. هنروح بقى بعد كده نشوف نيجيريا لما كانت ثلاثه بتعمل ايه. دي كانوا ثلاثه نفس ثلاثه مدافعين، نفس الاخطاء. نروح للصوره اللي بعدها، تمام، الراجل برضو رايح لوحده. نكمل، دي مباراه لعبوها ودي. قبل ما ادخل المباراه دي يا شريف، في سرعات؟ لا، الخط الدفاع ما فيهوش سرعات. ما خد بالك انت ممكن المساحات دي كلها تبقى موجوده بس المدافع او السنتر باكس يبقى عنده السرعه انه يقدر يغطي. ما فيش سرعات. الثلاثه المدافعين اللي بيلعبوا اللي هو اوازيه اللي هو اللعيب رقم 20، وفي اوميرو ده بيلبس رقم 5 غالبا، ده الاثنين دول ما عندهمش سرعات. وايكونج اللي هو بتاع واتفورد الناس كلها عارفاه بتتفرج عليه في الدوري الانجليزي، برده لعيب ما عندوش سرعات كويسه. دي مباراه كانوا بيلعبوها مع الكاميرون، مباراه وديه. الراجل في نص الملعب عادي جدا. نشوف اللي بعدها برضو في نص الملعب بيستلم الكره من بدون اي ضغط، عادي جدا زي ما احنا شفنا في الصوره. الراجل طبعا رايح لوحده،
بتاع الكاميرون بيستلم الصوره اللي بعدها بيهزر برده شويه، ما حطش الكره بكفاءه عاليه او بجوده كويسه. بس كده ثلاث لمسات وصلوا للمرمى. هي دي النقطه، هي الفكره ان التشاب ده في ظهر المدافعين لو المهاجم سريع هتبقى بشكل خطوره كبيره جدا عليهم، حتى من جوده اللعيبه اللي من كاب فيردي يعني مش منتخب مصر. عشان كده حتى نتائجهم في التصفيات كارقام دخل مرماهم حوالي 8 اهداف، لازم بيتسجل فيهم هدف على الاقل، كل مباراه لازم يتسجل هدف، وهي دي اصلا ماتشات التصفيات اللي احنا بنستعرضها. فهي دي الاهداف اللي اتسجلت فيهم في التصفيات. ما هو سجل 12 هدف ومونيا مرماه ب 8 اهداف بالظبط، ودي نسبه كبيره المفروض على منتخب نيجيريا كمنتخب مصنف ومؤهل لكاس العالم او حتى مرشح لكاس الامم ومرشح ان هو يقابلنا ومراح هيقابلنا بكره. تمام. دي كره عند حارس المرمى هتتلعب طويله، الراجل راح لوحده عادي جدا اوكي، بس دي ما تسجلتش هدف، دي عدت من فوق الحارس، طبعا الحارس كان تمركز غريب. هي دي بقى الكره اللي انا عايز اتكلم فيها، معلش هنقف عندها لحظه. الكره دي مميز قوي فيها قوي 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 مصطفى محمد، مميز فيها جدا الكرات العرضيه، الكرات العرضيه، وان هو دايما بيقطع ورا الرايت سنتر باك لما بتكون الكره جايه من الرايت باك، وبيقطع ورا الليفت سنتر باك لما بتكون الكره جايه من الليفت باك. الكره دي يعني ان شاء الله نقدر نسجل منها يعني باذن الله، لان مصطفى محمد شاطر قوي في حته انه يسجل من اقل عدد فرص من الكرات العرضيه، وفي نفس الوقت ان شاء الله هتجيلنا بكره. يعني احنا عندنا فرصه نواجه نيجيريا تحديدا هجوما بشكل واخر، يعني تقدر تلعب كرات ما بين السنتر باكس، تقدر تلعب كرات عرضيه، عندهم نقاط ضعف كتير في الخط الدفاعي. الثلاثه البروفايل اللي موجودين عندنا في الجزء الهجومي يقدروا يسجلوا، عندهم تنوع، عندهم تنوع ما بين السرعه وال بالظبط. يعني عمر مرموش عنده مهاره كبيره جدا في الواحد على واحد، ودي هتفرق معاه في ان هو دايما هيبقى بيلعب على لعيبه عندها طول فالفنتات فيها مشكله. محمد صلاح يقدر يلعب على الترانزيشنز والسرعات ويقدر يسجل. مصطفى محمد كمان من الكره اللي احنا بنتكلم عليها، الراجل طلع اخذ الكره اهو بس برده ما تسجلتش هدف. احنا مش بنناقش جوده الفينشنج بتاع المهاجمين بتاع الفرق دي، احنا بنناقش مشاكل الدفاعيه، احنا بنناقش الاخطاء المتكرره. فدي احنا جبنا حالات من اكتر من مباراه، مباراتين لكاف فيردي ومباراه من سنترال افريكا، ماتشين افريقيا الوسطى، افريقيا الوسطى وماتشين وماتش الكاميرون الودي، وفي كمان كان معانا حالات من مباراه المكسيك، هي تقريبا نفس الحالات. مباراة المكسيك خسروا 4-0. كانت امتى المباراة دي؟ مباراة ودية قبل تصفيات كأس العالم. في الفترة ما بين في الفترة ما بين ماتشات تصفيات كأس العالم. مباراة من قريب يعني مش من بعيد. في اخر توقف دولي. طب هل ده كواليتي لعيبة ولا اختيار مدير فني؟ يعني هل الأسباب دي اللي خلت مثلا ماجو بينك رئيس الاتحاد النيجيري انه شايف ان ما فيش تطور في مستوى أداء المنتخب نيجيريا فخد قرار بتغيير المدرب رغم ان هو يعني تأهل لكأس الأمم، متصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم؟ شايف ازاي الموضوع ده؟ هل كواليتي لعيبه نيجيريا حاليا بالمستوى ده، ولا هي كانت مشكله في اختيار مدير فني عشان كده غير وحتى جاب خوسيه باسيرو المدير الفني اللي كان درب الاهلي، هيبقى مراقب ومشرف على المنتخب وبعد كده هيقوده في المرحله الحاسمه لتصفيات كاس العالم؟ بالنسبه لي فكره ان انت تدخل اصلا البطوله بمدرب مؤقت او مدرب اتعود انه يكون مساعد فدلوقتي هيبقى هو اللي بيقود السفينه في البطوله، دي بالنسبه لي خطا اولا اداري. ثانيا هو فعلا المنتخب النيجيري كان عنده مشاكل فعلا، يعني زي ما احنا اتفرجنا الجزء الهجومي دايما حتى الاهداف، بس ما كانش فيه فرصه ان احنا نجيب كل حاجه عشان الوقت، لكن حتى الاهداف بتاعتهم دايما معتمده على اوزمان بسرعاته وان هو راجل قوي جدا، على ايجالو في نفس الحاجه تقريبا، ان دي لعيبه بتسجل من غالبا من فرص فرديه، يعني ما فيش باترن قوي قوي، ما فيش نمط هجومي قوي جدا تقول منتخب نيجيريا قوي في كذا، بس هو كان بيكسب لجودة الأفراد الهجومية فكان عنده مشاكل. الجزء الدفاعي كان بيتسجل فيه أهداف من فرق المفروض إنها فرق مش أقوى حاجة. يعني المفروض إن كاب فيردي هي مش أقوى فرقة إنها تسجل ذهابا وإيابا مثلا. المفروض إن أفريقيا الوسطى مش فرقة قوية جدا إنها تسجل في نيجيريا، لكن الأهداف اتسجلت واتسجلت من أخطاء متكررة. فهنا الموضوع هيبقى جودة المدافعين في الأول وجودة المدير الفني، لكن في الآخر أنا هلوم هنا على المدير الفني، لان يعني طبيعي ان انت لما يكون عندك خطا متكرر تعالجه حتى لو جوده اللاعب مش احسن حاجه. الفكره بقى ان كمان جوده اللاعب هنا هي مش الجوده المتوسطه، هي جوده جيده، هي مش ممتازه. يعني الجزء الهجومي لما بنتكلم على سيمونز، بنتكلم على اوزمين اللي مش موجود، او حتى بنتكلم على اونيه، بنتكلم على ايوبي، بنتكلم على اناتشو، دي لعيبه جودتها عاليه جدا، وحتى جو اوريبو كمان اللي الناس يمكن ده مش لعيب مش معروف، بس انا براهن عليه انه ده هيبقى لعيب مميز قوي في البطوله، في البطوله بس بعد ماتش مصر. ان شاء الله يعني بعد ماتش مصر وبعد كده يبقى يطلق زي ما هو عايز. ده لعيب من اللعيبه المميزه جدا اللي هيبان في البطوله، لعيب عنده امكانيات كويسه،
عنده فيجن كويسه قوي، رجله مظبوطه جدا في الكرات الطويله، فهو الجزء الهجومي عنده فيه، الجزء الدفاعي فيه جوده افراد بس ما فيش جوده منظومه. على عكس منتخب مصر، احنا في منتخب مصر جوده الافراد الدفاعيه اقل من الهجوم بكتير، يعني بنتكلم على مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه، دي مجموعه لعيبه في الجزء الهجومي كجوده افراد اقوياء جدا، بس كباترن هجومي عند مستر كيروش لا مفيش. الجزء الهجومي كباترن كهجمات متكرره طول المنتخب بيهاجم بالطريقه دي لا مش احسن حاجه. جوده الافراد الدفاعيه بنتكلم على مجموعه اللعيبه اللي موجوده في الجزء الدفاعي مش بقوه جوده الافراد الهجوميه، بس كيروش عامل باترن دفاعي قوي جدا بيحسسك ان المنتخب فعلا قوي. طيب فهي المعادله شويه مقلوبه. في عندك حالات تانية؟ لا دن. طيب اوكي، في مدلول عندي بالنسبه للارقام، انت لما بتيجي تبص على منتخب هتلعبه مثلا جايب في التصفيات اوكي 10 اهداف، بتشوف نسبه الاهداف دي في التوقيتات امتى؟ بتشوف مدلول الارقام دي ممكن الفريده بيتالق في الشوط الاول، لا بتشوفه مستوى تاني في الشوط التاني. فانا مثلا عندي المدلول بتاع الاهداف، الاهداف اللي احرزتها نيجيريا في التصفيات، تقدر تقول ان نيجيريا بتتالق في الدقيقه 30 للدقيقه 45 من الشوط الاول، احرزت اعلى نسبه اهداف، 4 اهداف من التصفيات كلها جت في التوقيت ده. تمام، ده بيبقى ليه مدلول ايه وانت بتختتم اخر ربع ساعه من الشوط الاول؟ هيبقى انديكيشن ان الفرقه دي قويه كجزء بدني. بس انا بحس ان الموضوع ده اوفر ريتد شويه، يعني بحس ان بمعنى انه انا مش بشوف التوقيتات اللي بتسجل فيها الاهداف ده موضوع يستحق التركيز قوي، لان انت شايفها ممكن تكون مساله حظ مش مساله ان هي ناحيه رقميه مؤثره كناحيه فنيه. مش بس كده، هي ممكن تكون مساله تانية. هو طبيعي ان المدير الفني لما بيدخل اي مباراه بيوزع المباراه بتاعته على يعني على حسب على 90 دقيقه. بس هو بيبقى في مدارس، يعني في مدرسه بتشتغل كل ربع ساعه، في مدرسه بتشتغل كل شوط، في مدرسه بتشتغل بتقسم ال 90 دقيقه 30 30 30. اوكي، فهي الفكره انه مدرسه المدرب هتختلف، وفي نفس الوقت انت الشغل اللي انت بتقدمه مختلف. يعني النادي الاهلي مثلا لما يلعب الترجي انا مش هقسم المباراه على 30 دقيقه مش زي ما هلعب فيوتشر، لان فرق الجوده مختلف. بتختلف طبعا، انا بلعب مثلا عدد ماتشاتي في الدوري مع عدد الفرق اللي انا بلعبها بجوده متوسطه قد ايه وجوده عاليه قد ايه. فهنا هتروح للمنتخبات، طب انا التصفيات بتاعتي بقابل كاف فيردي وبقابل افريقيا الوسطى وهقابل مثلا منتخب مصر هو ما كانش موجود مع نيجيريا، بس احنا بنفترض فقوه منتخب مصر مش هقسم المباراه زي كاب فيردي زي افريقيا الوسطى. فهو بحس القصه دي اوفر ريتد شويه، مش بروح لها قوي. طب ما تاخد الرقم ده ممكن يكون كويس. بقول لك نيجيريا في اول ربع ساعه دخل فيها 3 اهداف، وده على نسبه اهداف بتخش في نيجيريا مع بدايه المباراه اول ربع ساعه. هنا بقى ممكن ده ممكن نروح لفكره ان بيدخل المباراه متاخر. يعني الكاميرون امبارح دخلت المباراه بعد 35 دقيقه، ممكن تكون نيجيريا بتدخل المباراه متاخر شويه، فممكن نبدا نستغل اول ربع ساعه. بس برضو مش يعني مش بحس الارقام دي يعني انا اصلا اشتغلت مدرب أكيد. وشغلتي كمدرب لا ومعاك لايسنس كمان الاتحاد الافريقي بالظبط معايا اللايسنس بتاعتي، فكشغلتي انا بحس انه لا أكيد. يعني الماتشات بتختلف، دقائق اللعب بتختلف، تركيز المباراه بتختلف. بنحب لغه الارقام وانا بحب انتوا كمدربين او ناس دارسه بيبقوا باصين اكتر على الناحيه العمليه. انا كمان بحب لغه الارقام بس بحس ان في ارقام شويه بتكون يعني اوفر ريتد، بتبقى بتتحط بس مش بتقدم انديكيشن. مش هي المدلول الاساسي. يعني لو كسبت نيجيريا في اخر 90 دقيقه في اخر 90 دقيقه بكره، هل كده ان انا ما وصلتش الارقام؟ لا انا حاجه تانيه. انت بتلعب في الاهلي بقى في الدقيقه 90. طيب كلمه اخيره وتوقعاتك لنتيجه المباراه بكره باذن الله. انا اتمنى ان احنا لو ما قدرناش نكسب نتعادل، يعني ده توقعي. ما نخسرش بالظبط، ما نخسرش. توقعي ان احنا غالبا المباراه الفرقتين على كفتين ميزان فني، انا حاسس ان المباراه 50-50، فاعتقادي ان احنا هنروح لنتيجه تعادل اكتر شويه. تمام، ربنا يكرم ان شاء الله وما نخسرش. ان شاء الله نقدر نكسب باذن الله. يعني عندنا فرص نكسب، بس اتمنى لو ما قدرناش نحقق المكسب ان احنا نحافظ على التعادل باذن الله. شريف فنورتني وشرفتني، وسعيد دايما بالحوار معاك، والكلام في الكوره بيبقى ممتع بصراحه. اشكرك، وانا كمان مبسوط ان انا موجود في قناه الاهلي، ومبسوط ان انت موجود معايا النهارده. الله يخليك يا شريف، تسلم. حلقه كانت مهمه جدا، القينا الضوء على استعدادات الاهلي للمرحله اللي جايه، كاس عالم للانديه، ابرز الاخبار، امكانيه عوده بدري بنون بعد استبداله باشرف بن شرقي في المنتخب المغربي، والجزء الحواري كان مهم جدا، والحديث عن مصر ونيجيريا ولغه الارقام والتحليل الفني والرقمي لمباراه الغد. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله باذن الله تكون بدايه قويه وانطلاقه قويه لمنتخبنا في منافسات الكاميرون في كاس الامم الافريقيه. بشكر حضراتكم بالتاكيد في الختام على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله كل التوفيق لحضراتكم ومتابعه جيده باذن الله غدا الساعه 6 لمباراه مصر ونيجيريا. شكرا والى اللقاء.